هذه قرية ما هذا دهينه سيد وداد وارد ويد أنو صاحبها هين بنهول وشيء مركز هوش وسوق طالان وقيمت واسيد باري قرية ما هذا دهين بوري قرية ما هذا دهين أوش الله أبار وعهوي وحياة أنا ونقر خدهم باتري أدري من سقاب كان كوكو شيء إنه أنا رب أنا ربنا تقرصه لو حول هذه إن كل صوف فريزته أو قارضي مضمور هذا الكبل لابو وسر وسر هوي وهاوش وين لا إله ليه مربى وحال ربع حارض أنا تقيمه يسوع تذكر مش فدي من هذا الكهوس كوجود جم حان هوس كوجود قدرنا نصير كودي وذادي كون لف فدي من تنقدار قرط اللحيون يندك تاف كوسارة قري ما دين معيطة مع لأن نحن حليه أنا قري أنا كودي أوش أزكى إله ليه قلوب الأحرار قبور الأسرار بالليل هذا نك جبت حرتا قلب يوسف وقبر السرتا يحل له ديبي وذا يقول أدونين قيام بدون أخيار يا عاقلة وحبنا بعد كفا إيد هدي لكن الله سهل قدر الله رب توك هذا قربان سوشي يعني علوم يدادين دولة دي يبقردو صدح أمد القاتل صدح دم بهذا كجشو كو مقش مقنطاي أما مخابرات بوليسية هنقولنا مخابرات عسكرية هنقولنا وقوة وقود بدنوي دولو حي كتاقين واسرتا سرلان لما نو لانكرو مركوين الثير يالتو ووحي لقود بآد آمنتو وذيك الصمي وركي سوكا لما ربو وذيك وحال الشيقي وحي لقو قرصد بهروك الشيقي جري وحاد اشيق ادارو ايقاري هاي ورنقا قابو سي شيقا هاي ورواسي ديبا لي وحاد اوه الحجين ويد انو محجين كروه أظن أنت الحكيم ويسوي ماذا شيء برهاء أنا وانسي شيء قاس بابا كقال عقد بيقول نقطة باب حفظ السر سرت الله إلى ليلا دوره بيوبا يا يباب ياي سرت الله إلى أحكام بدم بقدر رسته سر إلا إلى أي واجب تايبا ترى مد إلا شيء أي واجب تايبا ترته مد إلا شجع وحرام من إلا شجع وواجب مد ويبنان تاي مد وكراهه من نوع مستحب أحكام تورن باقشة أحكام الخمس حالة الروح سرتك وقرص النول يا إيه مركو دنتنا والله كلا قادة مر بدن أحكام تمر كأي ذا إيه باب كذو إمام قادة كهله دونا وجبنيمو سرت إن لا دور الله إلالي روحه كوسر استوى الله إلالي هذه نيم كل صوفر يستو هذا الأوب بالله سؤالك بلا أوب قارضي موضو نوحوله وأمانه شيء واسر لك ما شيء كرو هدي قري ما هذا دهينه سيد وداد وارد ويد أن صاحبها هين بنهول وشيء مركز هوش وسوق طالان وقيمت واسيد باري قري ما هذا دهين بوري قري ما هذا دهين أوش الله أبارك وعهوي وحياة أنا ونقر خدهم باتر أدري من سقاب كان كوكو شيء إنه أنا رب أنا ربنا تقرصه لو حول هذه إن كل صوف فريزته أو قارضي مضمور هذا الكبل لابو وسر وسر هوي وهاوش وين لا إله ليه مربى وحال ربع حارض أنا تقيم يسوع تذكر مش فدي من هذا الكهوس كوكو دقي محن هوس كوكو دقي أنا نصير كودي وذاديك نل فدي من تنقدار قرط اللحيون يندك تاف كوسارة قري ما دين معيطة مع لأن نحن حليه أنا قري أنا كودي أوش أزكى إلى لي قال الله تبارك وتعالى إلى يحلو وأوفوا أوفي وكصبح بالعهد حلك كصبح عهد هنا وحل جوضة عند أهل العلم وكل أمر أكد بعقد شيء والبع ولقد وشيه شيس عهد بالليل هذا وحنا وضع قدرنا كلا قدرنا عهد بالليل هذا وحنا يسكوننا عهد بالليل هذا كل أمر أكد بعقد فهو عهد عندهم هدي دار للراعي فهو ميثاق دار هدي لقدرنا أول سنة وميثاق عهد وضافية إن العهد بلموه يعهده كان مسؤولا ولا يسويدون ولا يسكت البهايا قلوب الأحرار قبور الأسرار بالليل هذا نك جبت حرتا قلب يوسف وقبر السرتا يحل له ديبي ابن عباس باكشكي أبي عباس ودي أخيارتي عربيضها جاهلية وإسلاما
wuxuu arkay inaan cumar jecel yahay oo ii yeedhahayo oo fadhiyada iigu yeedhahayo oo ragga waaweyn ila fadhiisanayo. Maalinka dambe aabba ii yeedhay buu wuxuu soo fadhiiso, wuxuu yidhi innii araa cumara yudniika faxfad canii thalaatha. Waxaan arkaa cumar inuu kusoo dhaweynayo oo meelaan dhallinyaro fadhiisan ku fadhiisanayo oo rag waaweyn ku dhex geynayo. aabbow aniga saddex iga qabo wuuhi, saddex talo iga qabso. Odayga ku dhalay, hadduu nin qiimo badan oo akhyaar iyo caaqil ah, wax badan baad ka faa'iidi. Haddii laakiin ollow sahal ku dhalay, rabbi tuug. إني أرى عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثة لا تفشين له سرا. سر عمر أولي هاي هفافني بولي هولو كوكو سريزتي سجونا كوكو شيغي ميل خاصة كشيغي يان لمقل قضبك قبو. ولا تغتابن عنده أحدا. قوبت عمر فديانا بن آدم باتاي وحن لسكو هاي ما هاي meelahada kale ku cuno cumar hortiisa ruux binaadan ku xamanin. Yani ma inuu xanta ufasaxi, laakiin way kala daran tahay. Nin waayeela oo amiir oo culumaa hortiisa inaad xumo ku samayso iyo banaanka inaad ku samayso way kala daran yihiin. Shaafici maxay yidhaahdeen? Nabi Maxamed meeluu fadhiyo ninka ku samaysta waa gaal bay dhehe. Waman zanaa bixadrati nabiyi kafara limaada. banaanka hadaad ku sinaysato waa macsiya meel macaasi kabiira meel kabaayir. Laakiin nebi Maxamed oo meeluu joogo ku arkaya haddaad zina ku bilowdo gaal baatay dheheen. Limaada? Quursi nabigaa daraabaysaa, istikfaaf baa ku jira. Suuban hadaan ka xishoonaynin, waad bahdilaysaa, waad meeqaankiisa meel kaga dhacday. Zinadu marka waxay isu bedeshay gaalnimo, waxyaaba raacay darteed. Xarfii maxay dhehe? Ninkii masaajid ku dhex sinaysta faqad ka fara. Shaydaanu meelaha ka soo qabsaday buu waayey meel uu la tago. Bilaal buu la soo galay, haye? Iyadoo la kala maqan yahay. Maxay yidhaahdeen xanafiyo? Limaada? Ha, waxaan ka rabaa intaas waa Ramadaan, waxaan ka wadaa dunuubtu maqaamka ay dhacaysay iyo meelaha ay dhacaysay iyo zamanka iyo xilliga iyo dadka ay kaga dhacaysay way isku bedeshaa xukumkeedu. Way kala darantahay. Marka wuxuu yidhi walaa taqtaabanna axadan cindahu, cumar agtiisa ruuxa ku xamanin. walaa yujaribanna calayka kadiba, been ayuusan kugu arkin buu. Saddexdaa qodob aabo iga qabo waa dilibaani. cumar ishiisana ka dhici maysid, sirtiisa ha faafinin, agtiisa dadka ha ku xamanin, beenna weligii yuusan kugu arkin, weligii. Saddexdaa qodob iga qabo. Markaas wuxuu ku bilaabay saddexda qodobka ugu daraa oo sirta in la ilaaliyo uu ku bilaabay. Hadda goor baan soo sheegay in culimadu yidhaahdeen dowladu iyo boqoradu saddex uma dulqaataan. Saddex dembi haddaad ka gasho, kow waad maqan tahay. sirtoodood faafiso, xukumkii kursigood ku qabsato, haweenkiisi u dabamarto, labada boqor kugu dilaaya. Waxa oo dhan wuu ku cafii karaa. Laakiin mar hadduu darmaan kursigiisa ku socoto, kuwaada Soomaaliya maxay ku hardamaya isku haya? Xabadda xamar ka socotay dagaalka, kolba waji yeelanays. Hadda marka la gaadho bisideedaad waxa Kenya ka dhici doona, maxaa la isku haya? Kursi iyo sirtisood faafiso iyo haweenkiisa iyo gabdhihiisa lagu tuhmo waa geeri wey. Marka sirtoo la ilaaliyo waa qayb diinteena ka mid ah, muhiim jiddan. Adduunkuna maanta wuxuu u dhisan sirtaasoo la ilaaliyaba. Dowladaha adduunka maanta ka jira wasaaradda sirdoonka ugu xoog badan, midda wax dumisa waxaa dhista wey almukhabaraat, ama mukhabarat boolisiya ha noqdeen, ama mukhabarat caskariya ha noqdeen, waa kuwa ugu dhib badan wey. Dowladu waxay ku taagan yihiin waa sirta. Sir la'aan lama noolaan karo. Marka waa inaad sir yeelato oo wixii lagugu dhibay aad aaminto. Odayga Soomaaliya warkiisa oo kale lama rabo. Odayga waxaa la sheegay wixii lagu qarsadaba horu ka sheegi jiray.
waxaad u sheegaa ruu qarihayee uu dhaqaaqa buu sii sheegaya war waa sidee baa leeyahy waxaad waad xajin weyd anugu ma xajin karo adugu intaad xajin weyso imaada sheegin buu dhahaa anna waan sii sheegi gaas baa waan ka qaadi cuqdad bay ugu noqon maba xajin karo looma baaro hawsha iyadaa hawsha looma baaro